السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد أهم الأسئلة اللي وصلتني هو الترشيح لكتب معينة للبحث النوعي، هذا من أفضلها. كريسويل كمؤلف متخصص في الميكس ميثود غالبا، لكن كتبه كلها جيدة. وأهم كتاب لأي شخص يبغى يتخصص في البحث النوعي هذا الكتاب، هذا يعتبر هاند بوك فيه كل ما تحتاج إليه. هذه هي أهم الكتب العربية اللي استفدت منها، وبالأخص هذين الكتابين. أما هذا فيتكلم عن كتاب الدكتور عبد اللطيف متخصص في الدراسات الإعلامية اللي متخصص في الإعلام، أما هذا الكتاب فترجمته ليست بتلك الجودة. غدا إن شاء الله على سناب راح أوريكم أداة مميزة جدا لمناهج البحث.